بسم الاب والابن والروح القدس لله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. سلام لكل اولادنا وبناتنا متابعين قناه نهوس ايركو. النهارده هنحفظ مع بعضنا لحن جديد لالحان عيد القيامه وهو مرد التوزيع لعيد القيامه. ما دام قلت لعيد القيامه يبقى بعد عيد القيامه في عيد الصعود، يبقى انا الجمله دي يعني هغيرها هخليها خاصه بعيد الصعود او مرد يجمع بين الاثنين القيامه والصعود مع بعض، لكن المرد دوت خاص بعيد ككل كده خاص بعيد القيامه، بيتقال من ليله عيد القيامه الى اليوم الذي يسبق عيد الصعود اللي هو اليوم 39. خلاص عشان اليوم الأربعين ده سيد المسيح صعد الى اعلى السماوات، تمام؟ فاحنا المرد دوت هنقوله في التوزيع اثناء ما ابونا بيوزع الاسرار المقدسه على الشعب، يعني التناول بيوزع الجسد والدم اللي هو اهم وقت في القداس. طبعا القداس كله مهم بس بيبقى اقدس وقت دوت. ليه؟ كلنا بداخلين بنصحاك ان احنا بنتناول جسد الرب ودمه بيبقى جوانا عشان نثبت فيه وهو يثبت فينا، تمام؟ فاحنا بنسبح بقى بنرتل، فمش الناس بقى مهتميه ان هي تتكلم او تطلع للدور او تتناول، لا احنا المفروض ده اسمه مزمور 150، مزمور التسبيح. سبحوا الله في جميع قدس، سبحوا في جلال قوتي على مقدرته ككثرة عظمته، وهكذا. التسبيح ده مش خاص يا جماعه بالشمامسه بس، الشماس يقول والناس تقول والشمس التانيين يكملوا وراه، لا خاص كلنا، احنا كلنا بنسبح. وما اجمل ان احنا صوت الشمامسه ينسجم او يتدخل كده مع صوت الشعب، تبقى حاجه جميله جدا، تمام؟ هنحفظ المرد التوزيع ده. المرد ده بيتقال كقرار في المزمور دوت، مزمور 150 بيتقال، يعني تقول نقول سبحوا الله في جميع قدسيه ونقول القرار اللي احنا نحفظه دلوقتي، بعد كده نقول سبحوه في جلالة قوتي ونقول، طبعا اذا كان بالقبط بنقول المزمور بالقبطي، المزمور بالقبطي يتقال المرد القرار ده بالقبطي، واذا كان بالعربي بنقوله بالعربي، تمام؟ نسمع كده وناخده بايه بالطريقه اللي هي الطويله شويه اللي هي بتبدا باربع الليلويا، نسمع واحنا خدناها قبل كده في مرد التوزيع الخاص بعيد الميلاد. نسمع زونغ سانسيكي ريا زونغ سا آسي، دي اللي هي بعد الاعتراف. نسمع كده أربعة دلوقتي الليلو، يلا الليلو أو يا يبقى الليلو الواحدة أو الواحدة فيها ست هزات بالتقسيمة بتاعتها أهو، الليلو او او يا يبقى انا لحد كلمه يا سته، والسبعه بخش على الاليلويا الثانيه. نسمع ثاني كده الليلو او او يا الليلو، نسمع ثاني عشان الاثنين ما يدخلوش في بعض، اول واحده خلصت خلاص الليلو او او يا الليلو او يا 11، يبقى الثانيه فيها 11 هزه، الهللويا الثانيه بالاولى فيها كم هزه؟ ست هزات، الهللويا الثانيه فيها 11 هزه. نسمع الثاني كده الليلو او او يا الليلو او يا، خلاص الليلو او يا، خلاص نسمع الاثنين تاني على بعضهم، يلا ستة وال11 يبقى كام؟ 17، فاول اتنين كده فيهم 17 هزه على بعضهم. الليلو او او يا الليلو او يا اللي الليلو او يا الثانية بقى فيها 12، الثالثة آسف، الثالثة فيها كام؟ 12. خلاص؟ يبقى كده خلصنا الثلاثة، الثالثة الرابعة بقى سريعة، مش هنبقى فيها هزات خالص.
تمام، يبقى انا عندي 6 11 12. نسمع كده من الاول. الليلو او او يا الليلو او يا الليلو او يا الليلو يا. تتقال في 4 عدات اللي هي الليلو الاخيره. اللي الليلو او يا. وخلصت. نسمع تاني. اللي دي اللي هي الثالثه. الليلو او يا الليلو او يا. يبقى الليلة الأخيرة بختمها ب7 عدات. 7 عدات خلاص. يبقى أنا عندي كده 6 11 12 7. يبقى الليلة الأولى فيها كام هزة؟ 6. والليلة الثانية فيها 11 هزة، الليلة الثالثة فيها 12 هزة، والليلة الأخيرة بقولها في 7 عدات. يعني بقولها متقسمة كده زي الليلة الأولى بتتقال في 6 عدات، الأخيرة تتقال في 7 عدات. خلاص، لكن هما اللي في النص هما اللي إيه؟ بيتقالوا بالنغمة 11 و12 هزة. نسمع كده. الليلو. أنا ليه بقول بتتقال في 6 عدات وب7 عدات؟ عشان الكلام الكلمة بتتقسم في النص. لكن انا ما طولتش في حرف، يعني في حرف كده ما طولتش وقلت او 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 او، لا، الاثنين اللي في النص هما اللي بيتقال فيهم كده. لكن بصوا الاولى وبالاخيره، ركز في الاولى كده اهي. الليلو او او يا الليلو او يا الليلو او يا الليلو او يا. يبقى ده الاربعه بتوعي. بعد كده الكلمات بتاعت التوزيع ايه بقى؟ يسوس بخريستوس بأورو انت ابقو او. يسوس بخريستوس بأورو انت ابقو او. افتون في فول خني اسمه اوت. تاني، يسوس بخريستوس بأورو، يعني يسوع المسيح ملك المجد قام من الاموات. كل الاعياد السيديه بقول يسوع المسيح ابن الله يسوس بخريستوس بشيري، لكن في عيد القيامه بغير واقول يسوس بخريستوس بأورو. نسمع كده. يسوس، اقول كلمات اسف، يسوس بخريستوس بأورو انت ابقو او افتون في فول خني اسمه اوت. تاني، يسوس بخريستوس بأورو انت ابقو او افتون في فول خني اسمه اوت. نسمع كده. يسوس بخريستوس. اسمع تاني. يسوس بخريستوس اب أورو انت اب. إيسوس بخريستوس اب أورو انت اب. في 12 عدة بقول كلمة إيسوس بخريستوس اب أورو انت اب. تاني هم 10 هم. إيسوس بخريستوس اب أورو انت اب. 12 هم. خلاص. وخلصت. افتون فيفول. تاني، افتون فيفول رايحة جاية. افتون فيفول. تاني،
افطن في فول خني، كمان مرة خني اسموت. يبقى في 6 أعداد كلمة اسموت. اسمع تاني، افطن في فول خني اسموت. نسمع يسوس بخرسوس بس كده، يسوس بخريستوس اب اورو انت اب او او افتون افول خني اسمو اوت. نسمع من اول الليلويا دي، اسمها الطريقة الوسط، عشان في طريقة كبيرة باللحن كبير خالص بتتقال الأربع دلوقتي بالجملة اللي احنا قلناها دلوقتي، طريقة كبيرة شوية عن اللحن دوت. خلاص نسمع الطريقة تاني من الأول. الليلويا الليلو او او يا الليلو او يا الليلو او يا الليلو يا إيسوس بخريستوس اب اورو انت اب او افطن افول خني اسموت. تمام، ممكن نقول ايه لو هنقول بالعربي، يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات، أو بالقبطي إيسوس بخريستوس بقولو أنت إبقو أفطن في إيفول خني إسموت. بس أبدأ لو أنا هبدأ من الأول خالص أقول النغمة دي، أقول الأربعة للوية الليلويا 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 إيسوس، وأكمل المزمور لحد الآخر خالص، وأقول كل ما أقول سبحوا الله في جميع قدسيه، أقول القرار إذا كان قبطي أو بالعربي، إذا كان بالكبير أو بالصغير حسب ما بالشمامسة بيقولوا وأنتوا بتشاركوا مع الشمامسة. شكرا خالص لمتابعتكم، يا رب نكون اللحن يكون بسيط، ولو في أي مشكلة في الصوت أو في أي مشكلة في كتابة اللحن أو طريقة التحفيظ ممكن حضراتكم تكتبوا لنا في التعليقات، أو في أي حد ممكن يكلمنا أو يقول لنا على أي مشكلة بتقابله، عشان في الفيديوهات اللي جاية إحنا ممكن نتلاشاها ويبقى نقدم لكم حاجة أفضل من كده. شكرا خالص لمتابعتكم، سلام.